أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك
فكن رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صدق الله العظيم.